السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم غادي نتعرفوا على واحد ظاهرة خطيرة جدا عند المرأة الحامل اللي كتسمى بتسمم الحمل. تسمم الحمل اللي يقدر يؤدي بالوفاة ديال المرأة الحامل. إذا اليوم غادي نتعرفوا على الأسباب ديالو وأشنا هما الأعراض ديالو، المضاعفات ديالو، وكذلك سبل الوقاية. إذا فإن تسمم الحمل مرتبط بالمشيمة، المشيمة اللي كنعرفوا كاملين تتغطي لنا هذا الجنين هذا، يعني ملي ما كيوصلش الأكسجين بواحد الكيفية اللي هي مزيانة للجنين، فإن المشيمة كتفرز لنا واحد النوع من البروتينات اللي كيأثروا لنا على الجدار ديال الأوعية الدموية، سي سكون ابيل لا ديسفونكسيون اندوتيليال، اللي كتعطينا على الصعيد السريري ارتفاع في الضغط الدموي، وهذا الارتفاع في الضغط الدموي تيشكل خطر على الجنين وعلى الاعضاء ديال المرأة الحامل. وهذا تسمم الحمل تيكون عنده بزاف ديال العوامل المساعدة، خاصة اذا كانت المرأة يلاه الحمالة الاولى ديالها، وكيكون عندها سواء سوابق عائلية في تسمم الحمل اللي كتكون مرتبطة غالبا بدي فاكتور جينيتيك، بعوامل جينية. وهذا التسمم هذا تيظهر في غالبية الأحيان في الأسبوع العشرين ديال الحمل، كما أنه من الممكن يبان من بعد الولادة. فيما يخص الأعراض ديال تسمم الحمل، كنلقاو صداع في الرأس، دونك تتكون الشقيقة بزاف، تكون الصداع ديال الرأس، تتكون الرؤية مشوشة. علاش؟ لأن العروقة ديال العينين تيكونوا توقع فيهم نوع من التضيق، داكشي علاش كيوقع هاد التشويش في الرؤية. تيكون قيء بالنسبة للمرأة الحامل. لاتونسيون او الضغط الدموي تيكون كتر من 14 الى 9، 14 في لا سيستوليك و 9 في لا دياستوليك. تتبان عندنا الملحه في البوله، و سكون ابيلو سي لا بروتينوري، الملحه او البروتينات تيبانوا لنا في البوله بزاف، واللي كيترجموا لنا على الصعيد السريري بهذا الانفاخ اللي كيكون في الرجلين. اذا المراه تتزاد في الوزن بواحد الكيفيه اللي هي سريعه. وكذلك يقدروا يبانوا عندنا اعراض اخرين اللي كيقيسوا لينا الكبده، دونك تقدر تبان الصفوريه، يقدروا يطلعوا الانزيمات ديال 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 الكبده، تيوقع انحلال في الدم، تيوقع واحد النوع من الليموليز، ويقدروا ينقصوا لينا الصفائح. دونك الصفائح اللي كيلعبوا لنا دور مهم في التخثر، حتى هما يقدروا ينقصوا بسبب هذا التسمم هذا. المضاعفات ديال تسمم الحمل الى ما تعالجش مزيان تيقدر يعطينا واحد النوبه او تشنج الحمل اللي كنسميوه الاكلومبسي، واللي هو خطير جدا، اللي يقدر يؤدي الوفاه ديال المراه الحامل. كاينين مشاكل اللي كيطرأوا على مستوى الكبد والصفائح كما شفنا قبيله، يقدر يدينا يؤدي القصور الكلوي. دونك هذا التسمم الحمل يقدر يؤدي القصور الكلوي، يقدر يؤدي كذلك النوع من التخثر اللي كيوقع لنا في داخل العروق الدمويه، سكون ابيلو سي لا كواغولاسيون انترافاسكولير ديسيميني. تيقدر يؤدي النزيف ما بعد الولاده، يقدر يعطي فقر الدم حاد، ويقدر يسبب لنا في اقصى الحالات الوفاه لا قدر الله. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا، فان هاد النوبه هادي ديال او تشنج الحمل ديال واحد المراه الهنديه اللي ما تبعتش على الحمل ديالها مزيان، وجات في مراحل متقدمه كما كتشوفوا في هاد لا كريز اللي وقعت ليها دابا بسبب تسمم الحمل. لا طونسيون طلعت بزاف لدرجه انه وقع ليها تشنج في العروق الدمويه ديال الراس، اللي ادات لهاد النوبه ديال تشنج الحمل. اذا هاد السيده هادي ما تبعتش الحمل ديالها مزيان، ما مشاتش عند الطبيب ديالها، وقع ليها بحال هاد المشكل هذا. اما فيما يخص الوقايه فضروري نشوفوا الطبيب ديالنا المعالج بشكل دوري،
نتبعوا الحمل ديالنا، يعبر لينا لا طونسيون ديالنا، يراقب لينا الجنين ديالنا. دونك ضروري ومؤكد اننا نشوفوا الطبيب على الاقل كل 3 شهور ونديروا التحاليل اللي تيطلب لينا باش نقيو نفوسنا من هذه الظاهره هذه. وضروري بيان سور المراه خاصها تشرب الماء مزيان، دونك تكون عندها اون بون ايدغاتاسيون، تشرب الماء مزيان، الملح تنقصها ولا تحيدها في فتره الحمل. الا كان سورتو تيطلع لها لا طونسيون خاصها تشوف مع الطبيب ديالها يعطيها ريجيم، وغالبا غادي ينقص لها الملحه. خصها تكون مرتاحه، دونك الراحه ضروري بالنسبه للمراه الحامل، تدير الرياضه، رياضه المشي، وتكون سورتو الراحه، دونك ترتاح مزيان، وبيان سور تعود ترفع الرجلين ديالها باش ما يتنفخوش ليها، حيتاش مع الحمل تيتنفخوا الرجلين بزاف. دونك ضروري قبل ما تنعس تهز رجليها بحال هكا باش ما يوقعش فيهم الانتفاخ. اذا كيف ما شفتوا معايا، فان تسمم الحامل ظاهره خطيره جدا اللي تقدر تؤدي بالوفاه ديال المريضه. دونك المراه واخا ما تكون تحس بتا شي حاجه، ضروري تشوف الطبيب المعالج ديالها، يتبع لا طونسيون ديالها، يتبع لها السكر ديالها، واخا ما تكون تحس بتا شي حاجه. كل 3 شهور المريضه خاصها تشوف الطبيب باش يعبر لها الطونسيون، ويعبر لها السكر، يعبر الوزن ديالها، يشوف الجنين كيفاش داير. دونك ضروري ومؤكد تكون هناك متابعه طبيه للحمل. وهذا كان وصل للفان ديال لاكاتوميس اليوم. نتمنى نشوفكم على خير وفي حلقه مقبله باذن الله.